مريم ميخائيل أو ماريا كما يسميها محبوها هي آخر مسيحية في مدينة خانقين شمال شرقي ديالا المعروفة بتنوعها، امرأة بغدادية تزوجت مسلما في سبعينيات القرن الماضي واستقرت هنا حتى اليوم مقاومة مغريات الهجرة. لا والله أنا ما أطلع الخارج، أنا عراق ما أنطيب الدنيا كلها، خارج مو مثل العراق، جنة جنة الله خلقها هنا. عائلة مريم واحدة من بين ما يزيد على 20 عائلة مسيحية كانت تسكن خانقين وهاجرت جميعها بعد حرب الثمانينيات، وهذه كنيسة البشارة التي بنيت وسط المدينة في الخمسينيات ليقيم مسيحيو خانقين طقوسهم فيها حتى أغلقت قبل سنوات بعدما دمرت أجزاء منها، وهو ما اضطر مريم إلى الذهاب إلى شمال العراق لإقامة طقوسها مع ذويها الذين يعيشون هناك الآن. أهلي بدهوك هو بالسنة مرتين أروح للعيد على مدى أروح للكنيسة بس صلاتنا يعني إذا عندي صلاة أصلي بالبيت لأن ماكو كنيسة هنا، أنا مسدودة. كنيسة خانقين لم تكن للمسيحيين فحسب، بل كانت ملاذاً لسكان المدينة من مختلف الطوائف من بينهم المسلمين. أما اليوم فالأهالي يعتبرون مريم أو ماريا كما يسمونها ذكرى من ماض جميل، نعتز بها كلش لأن احنا لما نشوفها فعلاً تجينا ذكريات الماضي، ذكريات اللي كنا أصدقائنا وعوائلنا، يعني نروح البيوتات المسيحيين وهم كذلك كانوا يجونا، يعني لما نشوفهم نشوف ست ماريا نتذكر الماضي الجميل. طبعا المسيحيون ساهموا مع الديانات الأخرى في كتابة تاريخ خانقين وديالا والعراق بشكل عام منذ عقود، واليوم تزداد الدعوات لتوفير الأجواء الملائمة لإعادة من هاجر وتشجع من بقي منهم على البقاء. علي العنبقي، يو تي في ديالا.